الأهلي والوداد المغربي لثالث مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الثنائي تقابل قبل كده في النهائي عام 2017 وعام 2022. الفوز كان في المرتين السابقتين للوداد. 2017 مباراة الذهاب كانت في القاهرة، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباراة العودة في المغرب كسب الوداد 1-0. كان المدير الفني للنادي الاهلي في هذا التوقيت كابتن حسام البدري. طبعا 2022 النهائي اللي فات على طول، يعني الاهلي والوداد في النهائي للمرة الثانية على التوالي. طبعا كلنا فاكرين المباراة بتاعت البطولة الماضية، المباراة الغريبة اللي اتلعبت يعني بعد كده جدل كبير جدا، مباراة واحدة فقط لا غير في المغرب، واستطاع الوداد على مركب محمد الخامس ان هو يتخطى النادي الاهلي بثنائية. تالت مرة الوداد بيتأهل لمقابلة النادي الأهلي في النهائي، لكن المرة دي ما كانتش سهلة. الوداد عمل مفاجأة كبيرة جدا واستطاع ان هو يتخطى صن داونز الجنوب افريقي. مباراة الذهاب في المغرب انتهت 0-0، رغم ان صن داونز ختم المباراة بتسعة لاعبين، لكن مباراة العودة سبحان مغير الأحوال، وداد تاني تماما. الوداد كان يعني ند ليه صن داونز على أرض وسط جماهير طوال أحداث المباراة. بالتأكيد صن داونز أقوى وكان أفضل، لكن في نفس الوقت الوداد يظل خطير. صن داونز تقدم في النتيجة، تعادل الوداد، بعد كده صن داونز تقدم مرة تانية وضغط الوداد أسفر عن هدف أحرزه مدافع صن داونز في مرمى. بإذن الله النادي الأهلي يستطيع التعويض هذه المرة أمام الفريق المغربي القوي. بالتأكيد الوداد المغربي مستواه مش زي مستواه السنة اللي فاتت، لكن بالتأكيد تظل خبرات لاعبيه، وده اللي قاله مديره الفني النهاردة، إن الخبرات بتاعتنا كانت هي المرجح لينا أمام صن داونز، على الرغم من إن فرقة صن داونز أفضل بكثير. كل الناس عارفة إن فريق صن داونز واحد من أقوى الفرق الأفريقية يمكن في تاريخ أفريقيا، لكن إحنا عارفين الفروقات دي بتبقى حاجات بسيطة جدا في المباريات الحاسمة، هي اللي بتفرق فريق عن فريق. صن داونز كالعادة بيقدم أداء فني جميل، لكن مش أداء تجاري يؤدي في النهاية للحصول على البطولة. النادي الأهلي بإذن الله هذه المرة أقوى بكثير، بإذن الله بإذن الله النهائي هيكون على يعني مباراتين، هذه المرة مش مباراة واحدة فقط لا غير زي البطولة اللي فاتت. مباراة الذهاب بإذن الله 4-6 على ملعب استاد القاهرة. مسؤول استاد القاهرة بيقولوا إن الاستاد بإذن الله جاهز ليه الساعة بأكملها، جماهير النادي الأهلي تؤازر فريقها بإذن الله بكامل ساعة استاد القاهرة في هذه المباراة. بالتأكيد مش هتبقى كامل الساعة، لكن هتبقى مجموعة أكبر من 10,000 أو 15,000، أنا أعتقد في تصوري الشخصي ممكن توصل ل 50,000. مباراة العودة بإذن الله مباراة الحسم، المباراة اللي الأهلي هيرفع فيها لقب البطولة، هتكون في المغرب 11/6 يوم الحد، ويوم الحد بإذن الله نرجع من المغرب والكاس في إيدينا مش في إيدين أي حد. بلا مفاجآت قائمة النادي الإسماعيلي اللي هتواجه حرس الحدود بعد ساعات قليلة جدا. عاد لي القائمة الخماسي ياو أنور ومحمد حسن وفراس شواط اللي كانوا موقوفين في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي وكان ليهم تأثير سلبي كبير جدا غيابهم، وأيضا عاد محمود شبراوي بعد ما الحمد لله اطمننا عليه، ودخل أيضا باهر المحمدي لي القائمة، لكن أعتقد إن مسألة مشاركة باهر المحمدي هتتحدد قبل المباراة بوقت قليل جدا، لأن باهر طبعا زي ما احنا عارفين عنده إصابة المباراة الماضية، ما شاركش عشان الإصابة، في إصابة في رجله وعامل أربطة وعامل ضمامات على قدمه. بإذن الله بإذن الله وجود باهر يكون حاسم للنادي الإسماعيلي في هذه المباراة. في رأيي الشخصي إن كابتن حمزة الجمل هيلعب في هذه المباراة بنفس تشكيل النادي الإسماعيلي في مباراة نادي الزمالك اللي فاز فيها النادي الإسماعيلي بنتيجة 2-1 على ملعب استاد الإسماعيلية، لكن هيبدأ المرة دي أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى اللي كابتن حمزة الجمل وجهازه عايزين يدوله المزيد من الثقة بعد ظهوره بشكل مميز، يمكن كان أفضل لعيبة النادي الإسماعيلي في مباراة البنك الأهلي الماضية. في الدفاع محمد هاشم وباهر المحمدي بإذن الله بإذن الله يلعب، ولو ما لعبش يعني هيبقى محمد نصر، ولو إني أتمنى إن بعد الأخطاء الكتيرة اللي وقع فيها محمد نصر في المباراة الماضية الجهاز الفني كده يحاول يبتكر تكتيكيا وممكن يرجع عماد حمدي لورا، ليه لأ؟ في الشمال خلونا نبدأ من الشمال محمد دسوقي، وفي اليمين أعتقد ان كريم عرفات بعد مستواه اللي قدمه اللي واضح يعني بفارق كبير جدا انه افضل من عصام نصر، المفترض انه يبدا وان لم يكن ليه كابتن حمزه الجمل راي اخر. خط النص سيرجي اكا، محمد حسن، قدامهم هيبقى احمد مدبولي، على اليمين ياو انور، وعلى الشمال محمد الشامي، وفي المقدمه باذن الله المهاجم التونسي فراس شواط.
طبعا مجلس الإدارة قعد مع اللعيبة ويعني قال لهم طلباتكم أوامر، المهم تحققوا الفوز فيما هو قادم وتسعدوا الجماهير اللي بتدعمكم كما لم تدعم جماهير نادي أي نادي آخر. حرس الحدود جاي في ظروف صعبة جدا، على فكرة الفرقة عندها العديد من الإصابات وعندها مدير فني جديد كابتن محمد مكي، قال إن هو قعد مع اللاعبين بعد رحيل الكابتن أحمد أيوب، وقال إن هو طبعا كابتن أحمد أيوب كان واجهه سوء حظ كبير جدا، لكن اللي فرق مع حرس الحدود هو موضوع الخبرات القليلة في صفوف الفريق، وبيقول إن إحنا نفضل نجاهد حتى اللحظة الأخيرة، وفي النهاية اسم حرس الحدود وتاريخه هو اللي من المفترض اللعيبة تحافظ عليه في الفترة القادمة. مباراة صعبة لما بيبقى مدير فني جديد لسه ماسك فرقة جديدة، بتبقى فيه كده روح جديدة عند اللاعبين، حتى لو الفريق يعني زي ما بنقول كده بينازع على البقاء في الدوري الممتاز، خلاص يعني العقل والمنطق بيقول ان حرس الحدود هو اول الهابطين للدرجة التانية، لكن زي ما بقول لكم هتبقى دي الفترة بتاعت ان اللعيبة يعرضوا فيها نفسهم على الفرق بتاعت الممتاز علشان الموسم القادم. ما هو ده الوضع اللي احنا فيه، كل اللعيبة بتفكر في نفسها دلوقتي، خلاص الفريق نزل فنفكر بقى في نفسينا، فربنا يستر وما يفكروش في نفسهم ويظهروا بكرة بمستوى جيد امام النادي الاسماعيلي. على اي حال احنا نتمنى التوفيق لجميع الفرق، لكن نتمنى دائما وابدا الفوز دي انديتنا الجماهيرية، وعلى رأسهم باذن الله بكرة النادي الاسماعيلي اللي هيواجه حرس الحدود على ملعب استاد الاسماعيلية في الساعة 7 مساء بإذن الله. المباراة هتكون بحضور كامل لجماهير الدراويش. الإسماعيلي باقي له في الدوري بإذن الله بعد حرس الحدود هيتبقى له 3 فرق من صراع المؤخرة أو صراع الهبوط، و3 فرق من مقدمة الجدول. بعد مباراة الحرس بإذن الله هتبقى للإسماعيلي الداخلية وطلائع الجيش وأسوان، 3 فرق و3 مباريات هيبقوا صعبين جدا. الداخلية هتبقى خارج الأرض غالبا على ملعب السويس، وطلائع الجيش واسوان على ملعب استاد الاسماعيليه. من الثلاثي اللي في مقدمه الجدول النادي الاسماعيلي هيتبقى له النادي الاهلي والمقاولين العرب ونادي الاتحاد السكندري. طبعا مواجهه النادي الاهلي بتتلعب غالبا في الاسكندريه، مواجهه المقاولين العرب هتبقى على ملعب عثمان احمد عثمان بالقاهره، والاتحاد السكندري هيجي للدراويش في معقل استاد الاسماعيليه باذن الله. 8 نقط فقط لا غير باذن الله تضمن بقاء الدراويش من ال 21 نقطه الفاضله في ال7 مباريات المتبقيه للنادي الاسماعيلي في الموسم اللي مش عايزين نفتكره بعد كده باذن الله، بس ربنا بس يعدي في الاخر هذا الموسم على خير، وفي الموسم القادم يبقى لنا كلام اخر باذن الله. الصحف القطرية بتتحدث عن عرض جديد من نادي الريان القطري لضم نجم نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو بدءا من الموسم المقبل. طبعا زي ما احنا عارفين كان في مفاوضات وعرض كبير جدا مالي من الريان القطري لأحمد مصطفى زيزو قبل ما يجدد تعاقده مع نادي الزمالك بداية من هذا الموسم، لكن زيزو في النهاية فضل الاستمرار مع نادي الزمالك بعد طبعا ما كان يعني في نشوة الفوز ببطولتين دوري ورا بعض، وكانت الجماهير رفع زيزو على الأعناق، وكان زيزو هو بطل نادي الزمالك الأساسي في الموسم الماضي. هل المشاكل والأزمات اللي وقع فيها نادي الزمالك هذا الموسم، وهل الأزمة المادية اللي موجودة عند نادي الزمالك قد تجعل زيزو ومجلس إدارة نادي الزمالك يفكروا في قبول العرض بتاع الريان القطري، خصوصا أنه من المتوقع أنه يعني يدخل دخل كبير جدا على نادي الزمالك وعلى أحمد زيزو لاعب الفريق المتألق اللي في رأيي الشخصي رغم انه يعني بيقدم نص مستوى هذا الموسم، لكن يظل واحدا من اهم ومن اقوى لعيبة نادي الزمالك. معرفش بس اعتقد والله اعلم كده، ومن تصريحات زيزو حاسس كده ان هو ممكن يفكر في موضوع الاحتراف بدءا من الموسم المقبل. على اي حال نادي الزمالك نادي كبير ولا يقف على اي لاعب، اهم حاجه لو هيدخل فلوس لنادي الزمالك ما تدخلش في حساب وتقفل عليها، والنادي الزمالك لا يستفاد من زيزو ولا يستفاد من الاموال، ما كسبناش حاجه كده في النهايه. بالتاكيد يظل ملف بيع اللاعبين واحد من اهم المصادر للانديه في العالم كله، لكن المهم لما ندخل الفلوس دي نعرف نصرفها ونصرفها صح، نجيب بيها بديل افضل ونستفاد علشان نطور من فرقه كره القدم. طبعا نادي الزمالك عنده مباراه مهمه امام نادي الداخليه
على ملعب استاد السويس. اوزوريو المدير الفني عقد جلسه مع اللاعبين وطالبهم بمواصله الانتصارات بعد الانتصار الاخير اللي حققه الفريق على فريق نادي اسوان بهدف نظيف سجله السنغالي ابراهيم انداي، اللي يعني رغم انه خرج زعلان في المباراه الاخيره بعد ما اتبدل، لكن اعتقد ان هو بدا رويدا رويدا يدخل في تشكيله النادي الزمالك ويظهر بمستوى افضل تدريجيا عن المستوى اللي ظهر بيه في بدايه الموسم قبل ما تجي له الاصابه الطويله اللي أبعدته عن صفوف نادي الزمالك لمدة طويلة. لو أول مرة تشوفني يا ريت تدعمنا، اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. أنديتنا جماهيرية ستظل أولا وفوق الجميع. أشوفك على خير، شكرا ليكم وسلام عليكم.